كافيه لا رخيصه درابيز كاكيل شغلات عندهم اصليه حتى بيتي شيء 200 عاد هذول من تالي ما هم شاطرين زي اول جايبين شويه شغلات من تحت وقاعد يبيعونها ما شغل مو مضبوط جايبين بس عندهم ذفروات حلوه الثعلب انا اذكر شريتها من سوريا جلد الثعلب كامل اخذتها ب 1500 ليره يعني بحدود 100 ريال الان يبيعونها ب 6 ريال 5 ريال